الجسم ديال الانسان مكون ما بين 60 حتى 80% ديال الماء. اذا نشربوا الماء قبل ما يجينا العطش. علاش؟ لان الذات ديالنا كتفقد يوميا معدل 2 لترات ديال الماء بسبب الدموع، العرق وحتى التنفس. اي مجهود، اي حركه الا وكنفقدوا معها الماء وكنفقدوا املاح معدنيه. هادشي علاش نشربوا الماء قبل ما يجينا العطش. نشربوا الماء بطريقه منتظمه وطول النهار. وشحال خصنا نشربوا ديال الماء يوميا؟ الخبراء كينصحوا على حسب الجسم، السن، المنطقه ودرجه الحراره نشربوا على الاقل لتر ونص ديال الماء يوميا على الاقل. بالنسبه للنساء الحوامل واللي كيرضعوا الاحتياجات ديالهم كتكون زايده، يشربوا على الاقل 2 لترات ديال الماء يوميا. اخر حاجه نختار ماء معدني طبيعي متوازن. متوازن يعني ان المكونات اللي مكتوبه في التيكيتا ما يكونش ما بيناتها واحد الفرق كبير، وهكذا كنقولوا ماء معدني طبيعي متوازن. المهم نشربوا الماء وبطريقه صحيه.